مساء الخير أحبائي وأعزائي، مع الملكة والأمير. إيه السواد ده؟ تعليق ناري من الإعلامي عمرو أديب، واقعة ملابس طالبات الدقهلية. أخونا عمرو أديب بيقول إيه بقى؟ حاجة غريبة أوي. انتقد الإعلامي عمرو أديب ارتداء الطالبات إسدال بدل من الزي المدرسي في مدرسة بمحافظة الدقهلية، وانتشرت هذه الصور على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثارت الجدل خلال الساعات الماضية. وقال أديب خلال حلقة اليوم من برنامج الحكاية المذاع على شاشة MBC مصر أن هذه الملابس غريبة على المجتمع المصري وليست الشكل المعتاد للزي المدرسي، مشددا على ضرورة عدم تربية الطلبة بهذه الطريقة، ثقافة غريبة. وتابع خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة MBC كيف في عام 2022 يقرر الآباء أن بناتهم يرتدون إسدال. وكشف ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية عن حقيقة وجود صور عديدة لطالبات مدرسة النشأ الإعدادية بمركز نبرو يظهرون فيها وهم يرتدون زيا غير مطابق لقواعد الزي المعلن عنها من قبل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية الوزارة. وقال وكيل الوزارة التربية والتعليم بالدقهلية أنه تم التحقيق في الواقعة فور تداولها، وأن المدرسة ومجلس الأطفال اتفق على هذا الزي منذ سنوات، والإدارة الحالية مستمرة فيه، وأنهم برروا الأمر حفاظا على الفتيات. وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن التحقيق كشف أنهم برروا ذلك بالقول أن المدرسة كانت في منطقة نائية في ذلك الوقت. وفي سياق آخر واصل علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اليوم الأربعاء جولات الميدانية لتفقد انتظام العملية التعليمية بمدارس إدارة دمياط التعليمية الجديدة، حيث شملت الجولة مدرسة المستقبل الابتدائية العملية التعليمية في المدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي. وتفقد الوكيل قاعات رياضات الأطفال وشاهد الأنشطة المختلفة لرياض الأطفال، مثنيا على جهود المعلمين وتفقد الفصول الدراسية ومناقشة مع الطلبات ما يشرحه المعلمون لمعرفة مستوى الوعي العلمي لدى الطلاب والمعلمين إيجاد استخدام طرق التعلم. كما تابع مختبرات العلوم والحسوب وغرف الأنشطة المختلفة. وأكد وكيل الوزارة خلال جولته على نشر ثقافة التعاون بين أعضاء هيئة التدريس لصالح العملية التعليمية ورعاية الطلاب المتفوقين علميا، وفي الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية، وإظهار المعلمين المتميزين وإبرازهم التميز والنقاط المضيئة في المدارس. ولم يقل ما هو أين هن المسيحيات في وسط هذا الإسدال. كمان المسيحيات لبسوا هذا الإسدال؟ لا، اللي ما عرفناهوش ولا أكيد هنعرفه بعدين. اليوم مدير ماري جرجس بالرزيقات قبل بدء الاحتفال السنوي ماذا قال وماذا يقيل؟ تشهد محيط دير القديس ماري جرجس بقبل الرزيقات وغرب الأقصر استمرار العمل في الاستعدادات والتجهيزات النهائية لانطلاق ليالي الاحتفالات السبعة للشهيد ماري جرجس الروماني، والتي من المقرر أن تنطلق رسميا في 10 نوفمبر حتى 16 نوفمبر، وذلك للاحتفال بذكرى تكريس أول كنيسة على اسم الشهيد العظيم ماري جرجس في مدينة اللدد بفلسطين. وتوافد الأقباط المسيحيين خلال الأيام الماضية على دير ماري جرجس في الرزيقات للقيام بأعمال التخييم في المنطقة المخصصة له بالقرب من الدير، حيث تشهد الأحداث واحتفالات على مدار الأيام السبعة والقداس اليومي، بالإضافة إلى الترانيم والأناشيد القبطية والعظات اليومية والأساقفة والكهنة. دير القديس العظيم ماري جرجس من جانبها وضعت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية مشددة بقيادة الدكتور اللواء هشام عبد الغفار مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الأقصر لتأمين الاحتفالات. تشارك فيه الشرطة والصحة والإسعاف والمرور
والحماية المدنية والقطاعات المختلفة في الخطط الأمنية للاحتفال لضمان سلامة وأمن الزوار والخروج الآمن للاحتفال. ونيابة الأنبا مرقس، وفي هذا الصدد يكون نيابة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والمشرف الباباوي على دير الشهيد العظيم ماري جرجس بجبل رزيقات أن الشعب المسيحي ينتظر احتفالات القديسين في كل مكان، وأكثر القديسين المشهورين في مصر هي السيدة العذراء مريم التي لها كنائس عديدة، ويوجد الكثير في مصر وخارجها ويتم الاحتفال بهم سنويا بشكل دائم. والثاني الذي له شهرة كبيرة جدا بين المسيحيين هو الشهيد العظيم ماري جرجس الملقب بأمير الشهداء وسريع الندهة، وأوضح أنهم في الماضي كان يطلق عليهم اسم موالد ويظهرون عليها بشكل الموالد لا تليق بالقديسين والشهداء. ولكن قداسة البابا شنودة حول الاحتفال بالمولد إلى الاحتفال بالاستشهاد، ولادتهم تحولت احتفالات القديسين إلى احتفالات دينية بحتة من تراتيل وعظات وطقوس يومية وكلمات جميلة ومسابقات، حيث أصبحت كل ما يشجع الناس على الزيارة والاستفادة الروحية بالحصول على البركات وسماع الترانيم والعظات. وأضاف المشرف الباباوي على دير الشهيد العظيم ماري جرجس بجبل الرزيقات أنه بالإضافة إلى البركات والطقوس الدينية خلال مولد دير ماري جرجس، قلنا نلغي كلمة مولد، يتم دعم التجارة في نفس الوقت للاستفادة المالية وتقديم بيقات للتجار من بين كل الفئات داخل مصر، فهناك من يجهز نفسه للرزق في موسم القديس العظيم ماري جرجس ليكون مصدر رزق العام في مجمله. أيضا حدث مهم يقوم به قداسة البابا تودروس اليوم بكنيسة السيدة العذراء والأنبا بشوي، ماذا قام؟ استقبل خورس الشمامسة بقيادة الأرشدياكون إبراهيم عياد قداسة البابا تودروس عند خروجه من القرن البابوي بألحان الفرح، وصار الموقف حتى وصوله إلى الكنيسة حيث كشف النقاب عن اللوحة التذكارية التي تؤرخ لتدشين الكنيسة. دشن قداسة البابا تودروس الثاني بابا بطريق الكرازة المركزية اليوم السبت كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بشوي برائد القديس ماري مرقس بالأنبا رويس على أثر ترنمة بمناسبة اليوبيل الذهبي من 1970 ل 2021 بمشاركة 9 أساقفة. كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بشوي تم بدأ صلوات التدشين وأداء ضمان تدشين المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء والقديس الأنبا بشوي والمذبح البحري على اسم شهدي ماريمينا والبابا كورولوس السادس والقبلي على أسماء رؤساء الملائكة بالإضافة إلى أيقونة حضن الآب وحامل الأيقونة. بعد انتهاء التدشين بدأت القداس الإلهي حيث ألقى القداس البابا عظة حول إنجيل القداس بعنوان كنيستنا كنيسة مفرحة، وشارك فيه نيابة الأنبا دانيال أسقف المعادي وأمين المجمع المقدس الأنبا ماكسيموس الأسقف العام لكنائس ومدينة السلام والحرفيين والأنبا أرميا المطران العام الأنبا يوسف أسقف بلوفينيا أو بوليفيا الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شمال شبرا الأنبا كليمان الأسقف العام لكنائس قطاع المازا مدينة الأمل شرق مدينة نصر الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس الماز بقطاعات حدائق القبة والويلة والعباسية والأنبا سيدروس المطران العام لكنائس عزبة النخيل والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون وهدية الشيخ الأزهر للبابا فرانسيس. خبر آخر وهو خبر ليس بجديد، 2500 جنيه منحة مالية للمواطنين. الحكومة تصدر بيان عاجل بشأن هذا الأمر، ولكن أكدت وزارة التموين وعدم صحة تقديم منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر موقع وأن موقع المتداول تلك الأخبار مزيف وغير تابع للوزارة إطلاقا، مؤكدا أنه يتم الإعلان عن كافة أشكال الدعم والمنح الاستثنائية التي يتم تقديمها للمواطنين عبر الموقع الرسمي. ورصد المركز الإعلامي مجلس الوزراء تداول أنباء عن قيام وزارة التموين بتقديم منح مالية البين للمواطنين ب 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية، ولكن أكد ونفى هذا الخبر. وأوضحت وزارة التموين أن الوزارة ستستمر بتقديم حزمة اجتماعية التي تتراوح ما بين 100 إلى 300 جنيه وبيستفيد منها 10.5 مليون بس شخص لحد يوم 30 يونيو. المركز الإعلامي ناشد مجلس الوزراء التحقق في الدقة والموضوعية في نشر الأخبار. هذا ما نقلناه أيضا. والخبر الأخير، الخبر أحمد موسى يعلن نبأ هام عن مصر على الهواء. ماذا أعلن؟ عبر الإعلامي أحمد موسى عن سعادته بإشادة زعماء العالم وخطابهم
عن مصر وتطلعهم للاستثمار بأرض مصر، وأشار عرضه لبرنامج على مسؤوليته إلى أن مصر ستكون مركزا عالميا لإنتاج الهيدروجين الأخضر ووقود المستقبل، وهو وقود خالي من الكربون ومصدره الرئيسي الماء. كانت البداية اليوم، وأشار إلى أن قادة وإعلام العالم يركزون على مصر، لكن هناك أوغاد يريدون التشكيك في كل ما يحدث في مصر، مضيفا أن قمة المناخ التي عقدت في شرم الشيخ التي انطلقت في 6 نوفمبر الجاري تميزت بالتميز والتقدير والاحترام والشكر من مصر على تنظيمها الجيد. وأشار إلى أن مصر وقعت مذكرة تفاهم مع دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن إنشاء محطة لطاقة الرياح بطاقة 10 جيجا وات، وسيوفر هذا المشروع 1000 فرصة عمل ويوفر الغاز الطبيعي. وفي سياق آخر، أكد آن النقراشي خبير الطاقة العالمي وعضو مجلس الشورى أنه يجب إنتاج الهيدروجين الأخضر. ولكم مني كل الحب والتقدير، وسلام الرب يكون معكم. آمين.